السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة سماح سالم، جامعة كفر الشيخ، كلية الطب البيطري، قسم الباثولوجي. اتكلمنا عن في المحاضرة اللي فاتت عن الباثولوجي اوف فيميل ريبرودكتيف سيستم، وبدأناها من الليجنز او الديزيز اللي ممكن تبدأ من الاوفري، وانتهينا على الليجنز اللي ممكن تأثر على الميموري جلاند، وخدنا حاجة بنسميها اللي هي الماستيتس اللي هو عبارة عن انفلاميشن للأذر، وقلنا ده من الحاجات اللي بنقول عليها لها economic importance في الديريكا، وبالذات ليه؟ لأنها بتأثر على الانيمال هيلث، سواء كانت في loss of functional quarter، وهناخد حاجتين مهمين جدا أو خدنا حاجتين مهمين جدا من أنواع الماستيتس اللي ممكن تأثر على الفانكشن بتاعة الكوارتر. أخدنا الستريبتوكوكال ماستيتس إن في حالة الإصابة بيه إن الأفكتد كوارتر بيحصل له حاجة بنسميها involution with fibrosis، يعني كل النسيج بتاع الافكتد كوارتر بيتحول الى فايبرس كونكتد تيشو، عشان كده بنقول عليه فانكشن ليس كوارتر، يعني في النكست لاكتيشن سايكل الكوارتر ده هو مش معانا في عمليه اللاكتيشن. على العكس خدنا نوع تاني بنسميه الكوليفورم ماستيتس، بيحصل فيه حاجه بنسميها involution with resolution. يعني ايه؟ يعني الإصابة ديت مع النيكست لاكتيشن سايكل بلاقي إن الكوارتر بتاعي سليم، مش مفيش أي مشاكل خالص، إلا في حالة الإصابة السابقة بدأ يحصل له انفليوشن، يقلل الميلك برودكشن بتاعه، يبدأ يحصل فيه ريدكشن في السايز بتاعة الألفيولاي، ودي بنطلق عليها الانفليوشن. يبقى احنا خدنا نوعين عكس بعض، الستريبتوكوكال ماستيتس بيعمل حاجة بنسميها انفليوشن فايبروزس، وده بنقول عليه فانكشن ليس او لوس للفانكشن بتاعته في النكست لاكتيشن سايكل، او بعد كده عامه الكوليفورم ماستيتس بيحصل فيه حاجه بنسميها انفوليوشن ويز ريزوليوشن، يعني ريتيرن باك تو نورمال لاكتيشن. تمام. ممكن يحصل تاني حاجه ان بعض الانواع تؤدي الى الديس اوف كاو، زي في حاله اللي هو ستافيلوكوكال ماستيتس، لو في حاله بالذات ان هو بيديني توكسين ممكن يؤدي لي الى جنجرين ووفاه الحيوان، او ممكن يديني فورم تاني في حاله الكرونيك انفكشن، وده بنسميه بوترومايكوزا، الاقي في روزس او كوكاي من المايكروجانيزم موجوده في السنتر وحواليها زون من النيتروفيل. ده بالنسبه للافكشن على الانيمال. بالنسبه للهيومن كايكونوميك امبورتنس برضو ممكن يكون ليه زونوتيك امبورتنس، لو الميلك ده اتاخد رو يأثر على الكواليتي بتاعة الميلك، ممكن يكون في انتيبيوتيك ريزيدوز في اللي هو الميلك نفسه. بعض الأحيان وبعض أنواع الماستاتس بنطلق عليها سب كلينيكال ماستاتس، إن الأنيمال كلينيكالي بيكون نورمال ما فيهوش أي سيستميك رياكشن، ولكن ممكن نعرفها من تغير الشكل بتاع الملك او الريدكشن الملك بتاعه، وفي الغالب بنكشف عليها في الفيلد عن طريق حاجه بنسميها السوماتيك سيل كاونت، ايه او وباستخدام حاجه بنسميها الكاليفورنيا ماستيتس ايه تيست. تمام. ده كانت اخر حاجه ختمنا بيها اللي هي المحاضره اللي فاتت، اللي هي عباره عن الماستيتس، بس حبيت اركز على بعض النقط اللي ممكن نكون يعني ايه ما عملنالهاش كومباريزون في بعض الانواع. ان شاء الله المحاضره بتاعتنا النهارده والعنوان بتاعها عباره عن الباثولوجي اوف ميل ريبرودكتيف سيستم. هناخد التركيب العام اوف ميل ريبرودكتيف سيستم، الجزء بتاعنا اللي هو بيكون عباره عن التستس، التو تستس، وبعد كده الاقي معايا في الابيديدمس، وبعد كده بلاقي فيه معايا الداكتس ديفرنس، وفي اليوريثرا والبينس. الاكسسوري سكس جلاندز عباره عن السمنال فيزيكال، البروستيت جلاند، والبالبو يوريثرال جلاند. نشوف بتاعنا بتاع التيسس كهيستولوجيكال ستراكشر، هلاقي معانا التيسس بتبقى عباره عن كفر بثيك كولاجينس كوت. تمام. وبعد كده بنلاقي تحت الكود ده هوت بلاقي معايا فاسكولار لير، وبعد كده بلاقي التيسس بتاعتنا هولي اوكوبايد باي السيمينيفراس تيبيول، الا لو كبرنا واحده منها هنلاقي معانا الاستراكشر بتاعنا عباره عن السبرماتوجينيا موجوده على البيزمنت ممبرين، اللي بتبدا تنقسم تديني البرايمري سبرماتوجوني سايت، وبعد كده السكندري، وبعد كده الاقي معايا السبرماتيد والسبيرمس في السنتر اوف سيمينيفراس تيبيول.
كمان ما بين الخلايا بتاعه السبرماتوجونيال سيل بلاقي معانا خليه بنسميها السيرتولي سيل. خليه السيرتولي سيل ديت من ضمن الوظائف بتاعتها ان هي شير او فورم التستيكولار بارير، بتعمل فاجوسايتوزس للريزيدوال بادز اللي بتتكون اثناء السبرماتوجينيسيس، بتساعد على البرودكشن اوف سبرماتيك فلويد او تستيكولار فلويد اللي بيعمل بروفايد للنيوترنت للسبرم اللي هتتكون معايا. ولو نفتكر خدنا قبل كده ان لها دور ان هي بتديني حاجه بنسميها الموليريان انهبيتوري فاكتور اللي بيعمل انهبيشن للديفلوبمنت بتاع الموليريان داكت، وبالتالي فيفر للديفلوبمنت اوف وولفيان داكت، ويعمل حاجه بنسميها ماسكولايزيشن اوف ذا امبريو ان هو توورد اللي هو الميل سيكشوال كاركتر. ما بين السيمينيفراس تبتبيول وبعضها بنلاقي في عندنا كلاستر من الخلايا بنسميها اللايدش سيل اللي هي مسؤولة عن افراز او الفورميشن اوف تستوستيرون. نبدأ بقى بايه الليجن اللي احنا ممكن نلاقيها كباثولوجيكال ليجن في الميل ريبرودكتيف سيستم. اول حاجة كنا طبعا او دايما بنبدأ بيها اللي هي الديفلوبمنتال انوماليز، الاقي معايا في ابليجيا يعني كومبليت ابسنس اوف ذا تيستس، قد يكون مونو يعني واحده مونوركيد واحده ابسنت وان تيستس ابسنت، قد يكون انوركيد ان التو تيستس هما ابسنت. تاني تغير معانا او بنقول عليه ديفلوبمنتال انوماليز اللي احنا بنقول عليه هايبوبليجيا، هايبوبليجيا يعني ان التيستس موجوده ولكن سمول ان سايز اندر ديفلوبمنت اوف ذا تيستس نورمال، وادي التيستس الثانيه اللي جنبها سمول ان سايز، وفي الغالب ده بنقول عليه انهيريتد اندر ديفلوبمنت اوف ذا تيستس. وممكن نشوف في حالات السواين، في حالات الدغز، في حالات الكتل. وممكن ليه سبب تاني ان احنا بيحصل في حالات الكريبتور شديزم ان بيحصل في ريتينشن للتستس ما بتنزلش في السكروتال كافيتي، وبالتالي الميديا اللي هي موجوده فيها انسوتابل فور ديفلوبمنت، ويبدا يحصل فيها تستيكولار ديجنريشن اللي بتبان معانا كهايبوبليجيا يعني ريدكشن في السايز. قد يكون يونيلاترال او بايلاترال، وفي الغالب التستس بتاعه الهايبريد انيمال زي الميولز بنقول عليها هايبوبلاستيك. في الغالب الديفلوبمنت بتاعنا ده هو ولا اندر ديفلوبمنت، ممكن الاقيه كمان معايا في الابيديدمس والاقيه معايا في السيمينال فيزيك. تمام. طيب بالنسبه للشكل بتاع التستس من بره، ممكن الاقي وان تستس زي ما احنا قلنا افكتد او بوس، في الغالب الليفت هي مور افكتد. في حاله المايلد تايب من الهايبوبليجيا نيرلي ان السايز بتاعها كان نوت دي ديفرنشيتد فروم اللي هي النورمال تيستس، ولكن بلاقي معايا السايز بتاعها طبعا بيختلف على حسب الديجري اوف هايبوبليجيا، عشان كده بنقسمها الى سيفير ديجري مودريت ديجري مايلد ديجري. يعني ايه؟ وطبعا ده بنقسمها على حسب ايه؟ على حسب النمبر اوف هايبوبلاستيك تيبيولز، العدد بتاع التيبيولز اللي هي افكتد، والديجري اوف سبرماتوجينيسيس اللي موجود. كل ما كان العدد بتاع الهايبوبليجيا الهايبوبلاستيك تيبيولز اقل، كل ما كان ده مايلد فورم. كل ما زاد النمبر بتاع الهايبوبلاستيك تيبيول كل ما كان سيفير فورم، وبالتالي هلاقي السايز بتاع التستس ريماركابل سمول ان سايز، اقدر افرقه بالفعل من التستس اللي هي نورمال. زي ما انتم شايفين كده ادي التستس بتاعتنا، لما اجي نشوف اللايننج بتاعها وفي الاستراكشر انا تقريبا انا مش شايفه اي ديتيلز كومبليتلي ديفويد اوف سبرماتوجونيا او اي سيريز من السبرماتوجونيا سيل. هلاقي معايا ممكن الاقي معايا زياده في النمبر بتاع اللايدر سيل او زي ما انتم شايفين في الصوره. يبقى انا معايا السيمينيفرس تيبيول ده في حاله السيفير اللي هي احنا بنقول عليها ايه، اكتر من 50% من السيمينيفرس تيبيول حصل لها هايبوبليجي، حصل لها هايبوبليجي. الاقيها عامله ازاي؟ الاقي معايا ان السبرماتوجونيال سيل كلها تقريبا ابسنت، الاقي ممكن الاقي معايا فيو سبرماتوجونيا موجوده على البيزمنت ممبرين، الاقي معايا سيكند في البيت سيكننج ليه وهيلانيزيشن للبيزمنت ممبرين، الاقي معايا ممكن الاقي معايا
كونكتيف تيشو ما بين التبيولز بعضها مع البروليفريشن بتاع اللايدد سيل. وقلنا طبعا في حالة الكلاسيفيكيشن بتاعها وتعتمد على النمبر، فقلنا ان هي الجريد السيفير ان تقريبا كلها مصابة، اما في حالة الانترميديت يعني 50% او المودريت 50%، اما في حالة المايلد سمول نمبر من السمول نمبر في حالة المايلد. في المايلد هايبوبلاجيا هنلاقي فيه معانا ان في اوكيجنال تيبيولز هي اللي فيها المشكلة ولايند اونلي وذ سيرتولي سيل، اما الميجوريتي بتاع السيمينيفرس تيبيول فيها اكتف سبرماتوجينيس الى السبرماتوسايت ومفيش غير عدد بسيط بس هو اللي افكتد، على عكس السيفير تستيكولار هايبوبلاجيا ان most of seminiferous tubule affected، وزي ما وصفنا الوصف بتاعها. كريبتورشيديزم بنقول عليها developmental testicular hypoplasia، وديت عبارة عن incomplete distendence of the testis into the scrotum. زي ما انتو شايفين one testis is present في السكروتم والother testis بيحصل لها retention، اما ان يحصل لها retention during اللي هي natural course بتاعها من descendants من الابدومينال كافيتي لحد ما توصل الى السكروتم. ممكن يحصل لها retention في الابدومينال كافيتي فبنسميها abdominal cryptorchidism، او ان يحصل لها retention عند الانترنال انجوينال كارينج، وده mainly commonly بيحصل في المكان دوت، ودي بنسميها الانجوينال كريبتورشيديز. من المتعارف عليه عشان يحصل فيه ديسندنس للتسس من الابدومينال كافيتي اثناء الديفلوبمنت الى السكروتال كافيتي بتحتاج الى التستوستيرون وبتحتاج الى الملاريان انهيبيتوري فاكتور، وبالتالي بناء عليه ان الاسباب بتاعه الكريبتورشيديزم ممكن يحصل فيه للاندروجين انسنسيتيفيتي، او ان يكون في عندنا 6 كروموزومز ابنورماليتيز وبالتالي الحيوان بيبقى سفر فروم اللي هي الكريبتورشيديز. موست كومنلي او فريكوينت بنشوفه في الهورس، ولكن انكومن في الكاتل والشيب والجوت. بالنسبه للجروس ابيرنس طبعا الاقي معايا اللي هي التستس اللي هي افكت طبعا قد يؤثر على الوان تستس وبنسميها يونيلاترال، او بيؤثر على البوث تستس وبيبقى بايلاترال. في حالة اليوني لاترال كيسز الأذر تيسز بيحصل لها كومبنساتوري هايبرتروفي تو كومبنسيت اللي هي الميسنج أو التيسز اللي حصل لها كريبتورشيديز. التيسز بتبقى سمول، بتبقى فيرم، بتبقى أو هارد ودارك إن كولر. وطبعا قلنا البوزيشن بتاع الريتنشن بيختلف فروم كيس تو كيس، قد يكون في الأبدومينال كافيتي او يكون عند الانترنال انجوينال رينج. الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع التستس اللي هي افكتد بالكريبتورشيديز طبعا عارفين دايما ان البريزنس بتاع التستس في السكروتم بيأثر على الثيرموريجوليتوري ميكانيزم او كيب انفايرمنت سيتابل او فور اللي هي الفيابيليتي بتاعه السبيرم وعمليه اللي هي السبرماتوجينيسيس. كون يحصل فيه ريتنشن فده بيعتبر من الثيرمال كوز اللي ممكن تاثر على السبرماتوجينيسيس. بناء عليه ان انا ممكن الاقي معايا التستس اللي هي افكتد بالكريبتورشيديز ممكن تكون نورمالي وديفلوبد نورمالي ديفلوبد ولكن ديفويد اوف سبيرم زي ما احنا قلنا، لان الثيرموريجوليتوري ميكانيزم فيها مشكله وسفر from degenerative changes. الانترستيشيال او اللايدر سيل قد تكون نورمال وقد يكون يحصل فيها شوية هايبرفيليجيا ويزيد في النمبر بتاعها. التستس انتايرلي في النهاية طبعا زي ما انتو شايفين كده هو الاقي معايا بدأ يحصل لها كلها ريبليزد بي كونكتيف تيشو، او يحصل زي ما انتو شايفين ثيكنينج في البيزمنت ميمبرين بتاع السيمانا فروستيبيول. نلاقي في ديجنريتيف تشينجز موجوده في اللايننج بتاعها، طبعا ممكن زي ما احنا قلنا ممكن يحصل في زياده في اللي هي الكلاسترز بتاعه اللايدر سيل، وفي النهايه طبعا او كمان معايا الريجولاريتي في اللي هو السيمينيفرس تيبيول، وطبعا بتعاني من سفر فروم سيفير ديجري من التستيكولار هايبوبليج.
بالنسبه للبروجنوزس بتاع الحاله اللي هي افكتد دي التريبتورشيدس، لو هي لاترال باي لاترال بيبقى استريليتي، لو هي يوني لاترال طبعا الفيرتيليتي بتاعت الحيوان اقل، لان في عندك تستس مش بيحصل لها انتاج او بتعملش السبرماتوجينيسيس. طيب كمان الاندسندنت تستس اللي هي موجوده في الابدومين الكافيتي او موجوده في الانجوينال كانال طبعا مور لايبل للتروما اللي هي التورشن، وممكن تتعرض للمالجنت ديزيزز. في الحيوانات اللي هي المصابه او اللي هي فيها الكريبتورشيديزم ده هي نوت يوزد فور بريدنج، لان ممكن يكون ده كونجنتال ديفكت ويحصل له بروجريس او يحصل له ترانسفير للنكست جنريشن بعد كده. testicular degeneration طبعا خدنا احد الاسباب منهم دلوقتي اللي هي الكريبتورشيديزم في كثيرمال كوز. طبعا ادي معايا التيسس النورمال ان سايز والتيسس اللي حصل فيها ديجنريشن اللي انعكس عليها كديكريز ان سايز اوف تيسس. الاسباب بتاعتها اللي هي عباره عن كثيرمال كوز، واحد منهم قلناها اللي هو الكريبتورشيديزم لان في مشكله في الثيرموريجوليتوري ميكانيزم، قد يكون اكامبلي للجنرال فيبرايل كونديشن، ممكن يكون في عندي كيميكال كوزز زي بعض التوكسيك او الكيميكالز اللي بتاثر دايركتلي على السبرماتوسايتس والسبرماتوجينيسيس، بعضها ممكن ياثر على البلاد سبلاي ويعمل هندرانس ودامج للبلاد سبلاي، وبالتالي برضه هياثر على السبرماتوجينيس. قد يكون في عندنا نوتريشنال فاكتور زي في حالات الديفيشنسي بتاع الفيتامين اي اللي طبعا ليه افكت على التستيكولار ايبيثيليوم، وممكن يكون ليه اندايركت افكت على ان هو ياثر على ديكريز للريليز اوف جونادوتروبين هرمون. وفي اسباب اخرى زي الميكانيكال كوز زي اللي هو الهيدروسيل، ولكن موست كومن كوز هي سواء كانت الثيرمال او الكيميك. الهيدروسيل هنقولها بعد كده اللي هي عباره عن الاكيوميليشن بتاع الفلويد في السكروتال كافيتي. طبعا في عندك كافيتي مليان بفلويد وبالتالي هيضغط على التيسس اللي موجوده، مع الوقت يبدا يعمل ديجنريتيف تشينجز على التيسس. قد يكون في عندنا اسباب بنقول عليها فاسكولار ليجن. ايه هي الفاسكولار ليجن دي؟ زي الانفاركشن، حصل في حاجه بدات تعمل لي سده في الاوعيه الدمويه. قد يكون اسبابها ان في تورشن في السبرماتيك كورد بدا يحصل له تويستنج وبالتالي هيعمل هندرانس للبلاد فلو. قد يكون سببها ارترايتس، في انفلاميشن في الول اوف بلاد فيزل وبالتالي هيقلل البلاد فلو. بنشوفه في حالات المايجريشن بتاع السترونجيلاس فولجاريس في الهورس، او مرض اللي هو الاكواين فايرال ارترايتس، وده هناخده بعد كده ان شاء الله. من الاسباب الاخرى ان يكون في عندنا اوبستراكشن في الهيد اوف ابيديدمس، وما قالش التيل ولا قال البادي، لان في منطقه الهيد بتاعه الابيديدمس دي المنطقه اللي بيحصل فيها عندنا ابسوربشن للفلويد والديزنتجريتد سبرماتوزوا اللي هي ما اكتملتش او اللي حصل لها تكسير، فيبدا يعمل لي ايه، وبنلاقي فيه عندك السبيرمز كلها كوندنس لان مفيش فلويد فيها اللي هي هتاخده بعد كده وهي ماشيه في المسار بتاعها. فبالتالي حصل فيه اوبستراكشن في الهيد اوف ابيديدمس، يعني كل حاجه هتتجمع، السبيرم معاها الفلويد معاها الديزنتجريتد سبرماتوزو، وكل ده هيضغط على التيسس لانه هيرجع مفيش مكان يستقبل تاني، وبالتالي هيعمل ديجنريشن في التيسس. تاني حاجه او السبب اللي بعد كده ان يكون في ديكريز في الهرمون الاستيميوليشن، تقل زي في حالات اللي هي الليجن اللي موجوده في البيتيوتري جلاند او في الهايبوثالامس في حالات الايجن، او يكون فيه زياده انكريز في اللي هي الافراز السكريشن زي في حالات اللايد سيل تيومر واللي بتعمل ديجنريتيف تشينجز في التيسس. طيب كجروس ابيرنس التيسس هشوفها ازاي؟ وصفناها ان هي بتبقى في الاول بتبقى سوفت فلاب، وبعد كده بتبقى سمول، بتبقى فير وكورس جرانولار اون كات سيرفيس. في الغالب ان الـ ان ان الـ او ان الابيديدمس بيبقى نورمال ان ريليشن للسايز بتاع الافكتد تيست، كل الافكشن موجود معانا في التيست. طب كمايكروسكوبيك ابييرنس طبعا ان كنا وصفنا في عمليه اللي هي الديجنريتيف تشينجز اللي قبل كده ان انا الاقي معايا سيتوبلازميك فاكيوليشن في السبرماتوسايت، الاقي معايا في نيوكليير بيكنوز، السايز بتاع النيوكليير بيقل عن الطبيعي اللي احنا بنقول عليها بيكنوز، انني الاقي معايا حاجه مهمه جدا ودي بتديني فعلا انديكيشن ان ده تستيكولار ديجنريشن اللي معايا، وفي مالتي نيوكليير سبرماتيد جاينس، ان الخلايا
بتنقسم، بيحصل لها ديفيجن وزود سيباريش، ودي من العلامات المميزة. ليه؟ لأن في حالة النورمال سبرماتوجينيسيس ان نوت اول تيبيولز undergo the same cycle of spermatogenesis، يعني مش كلها هتطلع سبرم في نفس الوقت، كلها ماشية في مراحل النمو العادية. بعضها هيبقى في البرايمر سبرماتوسايت، بعدها عند السكندر سبرماتوسايت، بعدها عند السبرماتيد، بعدها في سبرم موجودة في السنتر بتاع السيمينيفراس تيبيول. عشان كده لازم يكون في عندي علامات لما اشوف التيبيول بتاعتنا ديت فري من السبرم. ما انا ممكن اقول ان هي عند مرحلة اللي هي البرايمر سبرماتوسايت. ايه اللي يخليني ان انا اقول ان في ديجنريشن ولا لا؟ في علامات من ضمنها اللي هي السبرماتيد جاينت سيل. طيب كسيفير ستيج بقى، لما نيجي نقارن الجزء ده بالجزء ده، هلاقي ادي سيمينيفرس لحد انا متعرفه على الكاركتر بتاعتها وشكلها وفيها ايه سبرماتوجونيال سيل، اما ديت كلها كومبليتلي هايلانايز فايبروز. طبعا ممكن بعد كده مع الوقت يحصل لها كالسينوز ريزبتيشن للكالسيوم. تمام. طيب بالمقارنه بالجزء الثاني وان كان في بعض التغيرات. طيب بالنسبه للريكفري بتاعت الحالات اللي هي سفر اوف تستيكولر ديجنريشن، الريكفري بتاعها بيعتمد على مجموعه من العوامل. الستيت في سبرماتوجونيا اللي احنا قلنا ليه موجوده على البيزمنت ممبرين، هي موجوده ولا لا؟ يعني هل هي سليمه نوت اندرجو ديجنريشن او نكروزس؟ وجودها معنى كده ان هي قادرة ان هي تعمل ديفيجن بعد كده وتديني الخلايا. وجود السيرتوري سيل وزي ما قلنا وظايفها. تاني بعد كده الريموفال اوف كوزاتيف ايجنت. يبقى انا في حالة تستيكولار ديجنريشن يحصل ريكفري امتى؟ لو السبرماتوجونيا موجودة سليمة، السيرتوري سيل سليمة، وشلت معايا كمان الكوزاتيف ايجنت. ترم هناخده اللي هو السبرماتيك جرانيولوما. وطبعا قلنا ان الجرانيولوما ان هي عبارة عن فوكاي من الرياكشن، عبارة عن حاجة في السنتر ويبدأ يحوطها جرانيولوميتس رياكشن. الترم ده هناخده بعد كده كتير زي في او خدناها قبل كده مثلا في بعض الانواع من الماستيتس زي الاستافيلوكوكر ماستيتس، ده بيعمل كرونيك جرانيولوميتس رياكشن. هنا برضو خدنا جرانيولوما بنسميها سبرماتيك جرانيولوما. نورمالي ان السبرم موجود في داخل السيمينيفراس تيبيول، حصل فيه اكسترافيزيشن يعني طلع من السيمينيفراس تيبيول في الانترستيكيوم اكت از ا فورن بودي، هيديني حاجه بنسميها فورن بودي جاينت سيل رياكشن. ده اللي احنا شايفينه، السبيرمز طلعت اوت سايد السيمينيفراس تيبيول، بدا يجي لها جرانيولوميتس رياكشن عشان يتعامل معاها كفورين كفورين بودي. في تحت ترم بنسميه السبرماتيك جرانيولوما. يبقى السبرماتيك جرانيولوما ديت هي عباره عن بتحصل نتيجه الاكسترافيزيشن بتاع السبرماتوسو او السايد السيمينيفراس تيبيول اللي بيساعد على ان هو يعمل لي رياكشن بجرانيولوميتس فورين بودي رياكشن، تحت مسمى بنسميه سبرماتيك جرانيولوما. الاند ريزلت بتاعت الهايبوبليجيا والديجنريشن تستيكولار ديجنريشن بيعمل لي حاجه بنسميها تستيكولار اتروفي، بيحصل فيه ضمور. الضمور دوت طبعا بينعكس على الاستراكشر بتاعت السيمينيفراس تيبيول، بدل ما هي كانت سيركمسكرايب فولي اوكوبايد بالسيريز بتاعت السبرماتوجونيال سيل، ده لا، ده انا شايفه البيزمنت ممبرين حصل له فيك هايلانايز، حصل ما فيش لايننج خالص في السيمينيفراس تيبيول، سمول ان سايز، ريجولار ان شيب. كل ده في النهايه هينعكس على السايز بتاع التستس وعلى شكلها ان فورم اوف تستيكولار اتروفي. بعد كده الاوركايتس. الاوركايتس تعني الانفلاميشن اوف تستس، وفي الغالب الكوزيتيف ايجنت بتاعنا بيكون انفكشس، وده بيكون اكستنشن من حالات البيري اوركايتس او من حالات الابيديدمايتس. ممكن يكون هيماتوجينس يعني جايه من خلال البلاد زي في حالات البروسيلا ابورتس في البول، البروسيلا سيوس في البورز، والستريبتوكوكال انفكشن في الاستاف. هناخد نوعين من الاوركايتس اللي احنا بنقول عليهم، اول نوع اللي احنا بنقول عليه الكرونيك نكروتايزنج سابيوراتيف اوركايتس. الكوزيتيف ايجنت بتاعنا عباره عن البروسيلا ابورتس. اشوف التستس بتاعتنا عباره عن ايه في حاله الانفكشن ديت، الاقي في عندك سكاترد يلوش فوكاي من النكروزس، في نكروزس. تمام. كوالستو جزر بيبدا يتجمع اللي هي الايه السكاترد نكروتيك فوجاي مع بعضها ده هي لحد ما يكونوا لي لارج وان. تمام.
طيب في ال لو كانت هي ايرلي تبقى الكات سيرفيس بتاعها بيكون هايبريميك ومويست، اما في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي النكروتيك تيشو دهوت بيبدا ان يحصل له ليكوفاكشن وانتو باس في الكافيتي وبيتحور بكونكتيف تيشو كبسول من بره، او زي ده كده ان انا الاقي مفيش ليكوفاكشن ولكن النكروتيك فوكاي ده هي بيحصل لها دراينس، وزي ما انتم شايفين طبعا في فيشرز او فراكشن او بنقول عليها زي ايه دراينس كده كراكس موجوده في داخل اللي هي النكروتيك ارياز، ودي بيبدا يحصل لها دراينس وتتحول بكونكتيف تيشو كبسول. يبقى انا في حاله البروسيلا ابورتس الفورم اللي هي بتعمله بنسميه كرونيك نكروتايزنج سبيوراتيك اوركايتس، يعني ايه الليجن بتاعنا سبيوراتيك ان نيتشر ولكن في معانا اريا من اللي هي الايه النكروزس تمام، واوركايتس يعني انفلاميشن اوف تيس. قلنا في البدايه بيبقى في الاول عباره عن اريا من النكروتيك ارياز سمول وبعد كده كوالس اديني لارج وان، وممكن يحصل لها دراين زي الصوره دي وتبقى فيها كراكس وسراوند بيه كونكتيف تيشو كبسول. طيب تحت الميكروسكوب اشوف فيها ايه؟ لما نيجي نشوف هنا كده انا تقريبا السيمينيفراسيول كلها اوفر شادد، مش باين استراكشر فيها، يا دوب انا شايفه الشكل العام بتاعها من بره ولكن الديتيلز من جوه تقريبا كلها لوست. طبعا السيمينيفراسيول كل اللي فيها حصل له ديسكواميشن في السنتر، بدا يحصل لها نكروزس في الخلايا. لما اجي ابص كده واشوف ما بين السيمينيفراسيول وبعضها الاقي فيه معايا حاجه بين طبعا الاقي معايا انفلتريشن للنيتروفيل، مع في النهايه الاقي كل السيمينيفراسيول زي ما انتم شايفين بدا يحصل لها نكروزس. ممكن يمتد الرياكشن بتاعنا من السيمينيفراسيول الى الابيديدمس، عشان كده يديني نفس الشكل بالظبط بنقول عليه فوكال نيكروتايزنج ابيديدمايتس تمام. يبقى دلوقتي الليجن بتاعنا عباره عن كرونيك نيكروتايزنج اوركايتس اللي في السيمينيفراسيول اللي هنا بدا يمتد للتبيولز بتاعه الابيديدمس ويديني نفس الشكل، بدا يحصل فيه ديسكواميشن لللايننج ويحصل فيه طبعا في داخل اللومن بتاعها بدا يحصل فيه انترستيتيال انفلتريشن من الانفلاماتوري سيل، وفي حاجه بنسميها الفوكال نيكروتايزنج ابيديدمايتس مع سبسيكوند بعد كده في سبرماتيك جرانيلوما. ليه؟ لان الديجنريتيف تشينجز اللي بتحصل دي ممكن تاثر على البيزمنت ممبرين بتاعي برضو الابيديدمس، يحصل فيه دمج ويطلع منها السبيرم بره واكت از فورم بودي ويديني برضو سبرماتيك جرانيلوما. طيب السبرماتيك جرانيلوما اللي موجوده في الابيديدمس ديت وتبدا ان هي تعمل لي حاجه بنسميها بيرو اوركايتس، ويبدا يحصل فيه عندنا الادهيجنز اوف تو لايرز اوف توينيكا فاجينالس. ده اول فورم معانا بنسميه اللي هو الكرونيك نيكروتايزنج سبيوراتيف اوركايتس كوزيتيف ايجنت بتاعنا البروسيلا ابورتس. نوع تاني ممكن نشوفه اللي هو التيوبركولوس اوركايتس، ده مثال للهيماتوجينوس انفكشن من حالات الانفكشن بي التي بي، ان انا الاقي معايا التست بتاعتنا فيها النديولز او فيها التيوبركلز بتاعت التي بي. في فورمز ممكن اشوفها زي مثلا في حاله اللي هي الميلاري تي بي، ان انا الاقي معايا الميلاري تي بي ان انا الاقي معايا في التيوبركلز بتاعتها كلها ايفن ديستريبيوتد في التستس اوف ذا سيم سايز سيم ايج. ممكن الاقي معايا في كرونيك اورجان تي بي، وفي الغالب طبعا بتبقى واصله من اللي هي جايه من الابيديتمس وتبدا تمتد الى التست زي ما انتم شايفين في الصوره دي. الصوره اللي تحت موجوده في الابيديتمس وموجوده الامتداد بتاعها الى داخل التست. طبعا عباره عن تيوبركل فورميشن او جرانيلوما فورميشن، والاقي معاها كلها عباره عن سيرز من الماكروفاج، وفي البريفري الاقي معايا في الليمفوسايت وبيبدا يحصل في بروليفريشن الفايبروس كونكتيف تيشو. في السنتر يبدا ان يحصل في عندك كازيشن في السنتر ومعاه السيرز بتاع اللي هي الايه الجرانيلوميتس رياكشن. ممكن ايه تاني اشوفه في التستس النيوبلازم زي في حالات اللي هي اللايبيد سيل تيومر سيمينوما سيرتولي سيل تيومر او التراتوما وخاصه في الهورس.
تاخد بعد كده الابيديدمس، وبرده هنبدأ فيه باللي هي الديفلوبمنتال انوميليز، ان انا الاقي فيه معايا ابليجيا، يعني ان يكون في عندك كومبليت ابسنس اوف ذا ابيديدمس، وفي الغالب لو حصل فيه ابسن الاقي فيه معايا اللي هي زي ما انتم شايفين كده، الاقي فيها ادي النورمال تيستس معاها فيه اللي هو الابيديدمس. لما ناجي معايا الناحيه الثانيه هلاقي فيه معايا الابيديدمس مش موجود معاه فايبرس شيت، بس هي اللي موجوده عند الايه المكان بتاعها. وفي الغالب ممكن الاقي معايا كمان في ابليجيا في الفاس ديفرنس والسيمينال ايه بس، قد يكون يونيلاترال وقد يكون بايلاترال. في حاجه بقى اللي احنا قلناها ان انا الاقي معايا في سبرماتوسيل او ابيديدمال سيست، ادي هيت، ادي التستس بتاعتنا وادي الابيديدمس تمام. وبعد كده ده الهيد البادي، وبعد كده في التيل اللي بيمتد معايا للدكتس ديفرنس، الاقي بدا يحصل في عندك حاجه بنسميها سبرماتوسيل طالعه منين؟ من الهيد بتاع الابيديدمس، عشان كده بنقول عليها سيست دايليتيشن الابيديدمس. وبعدين الاقي معايا فيها اكيوميليشن للسبير، موست كومنلي اشوفها في الشيب والجوز، في الغالب اما ان هي تكون كونجنتال كوز او يكون في عندك في انفلاميشن ادى الى الاوبستراكشن بتاع الهيد اوف ابيديدمس تمام. وبالتالي يحصل في عندك اوبستراكشن، مش هيكمل او مش هيحصل فيه ياخد السبرم بتاعه المسار الطبيعي، وبالتالي هيحصل له اكيوميليشن في المنطقه دي تحت مسمى بنسميه سبرماتوسيل. طيب السبرماتوسيل دوت زي ما انتم شايفين ده دايليتيشن، وفي ثيك سسبنشن من السبرماتوزوا مع بعض السيلولار ديبس. طيب السيست اللي موجوده ديت زي ما احنا متفقين سيست ماس، كل ده يبدا انه يعمل لي بريشر اتروفي على السراوندنج ايه ابيثيليال استراكشر اللي موجود، وبالتالي هلاقي بدا يحصل في البيزمنت ممبرين بتاع التيبيوز بتاعه اللي هي الابيديدمس يبدا يحصل لها ايه دامج. طب لما يحصل لها دامج يحصل في ليكج للسبرم اوت سايد، طب السبرم اللي هيحصل له اوت سايد يديني حاجه بنسميها سبرماتيك جرانيولو. يبقى هي كانت بيا ديت يا اما كونجنتال افكت او يكون في عندك انفلاميشن. عمل سبرماتوسيل، السبرماتوسيل مع الوقت يبدا ان هو يعمل لي سبرماتيك جرانيولوما، السبرماتيك جرانيولوما تبدا تعمل لي بري اوركايتس، تبدا تعمل لي ايه كمان اللي هي الادهيشن. الابيديدمايتس تعني الانفلاميشن اوف ذا ابيديدمس. طبعا هنا بيديك الهيستولوجيكال استراكشر ان هو بادئ من الهيد وبعد كده البادي وبعد كده في التيل، وبيوضح لك التيبيولز بتاعه الابيديدمس، وتبقى لايند بكولامنر ابيثيليوم وكلها عباره عن اوعيه مليانه بالسبرماتوزوم تمام. خدنا من شويه ان في حاله البروسيلا ابورتس ان هي بنقول عليها بيحصل فيها اللي هي النكروتايزنج ايه اوركايتس، ممكن يحصل في اكستنشن الانفكشن بتاعتنا للابيديدمس وتعمل نفس الصوره بالظبط اللي احنا بنسميها نكروتايزنج ايه ابيديدمايتس، وقلنا من ضمن السيكولي بتاعتها ان هي بتعمل سبرماتيك جرانيلوم. ايه تاني ممكن اشوفه زي اللي في الصوره دي كده؟ الاقي معايا التي بي، والتي بي الاقي معايا قلنا ان موست كومنلي ان الابيديدمس بيبقى مور انفولفد، وان الانفكشن بتاعتنا بتاخد رادييتنج من ابيديدمس ممكن توصل للتستس زي ما انتم شايفين كده. الابيديدمس هو اللي في الانفكشن والتستس سليمه خالص، التستس تقريبا ما فيهاش حاجه. اما نيجي نشوف ادي جزء من الكولامنر من التيبيولز والكولامنر ابيثيليوم بتاعه، اما نشوف الجزء اللي جنبيه ده كله اوفر شادد او كله بدا يحصل له جرانيولوميتس رياكشن نتيجه الانفكشن بالتي بي. ناخد الصوره اللي بعدها، ادي برضو نفس الكلام تيبيولز اوف ابيديدمس، وادي واحده كمان اهي، ولكن كل الايه كل الاستراكشر بتاعنا كله اوكوبايد ب معانا بالجرانيلوميتس رياكشن مع وجود اللانج هانز جاينت سيل. في فورم تاني في حالات الابيديدمايتس نتيجه الانفكشن بالكوريني بكتيريوم اوفز، وخاصه في الشيب، وبتأثر من دي على التيل في اوبيديدمس. بلاقي معايا الجروس ابيرنس طبعا الابيديدمس انلارج فيرم نتيجة وجود السبرماتيك جرانيلوما. طب تحت الميكروسكوب الاقي في ايه وايه اللي عمل له انلارجمنت؟ الاقي معايا في بيري فاسكولار اوديم، الاقي معايا في نيتروفيل انلارجمنت تمام، الاقي في معايا ابيثيليال سيست
نتيجه البابيلاري هايبر بليجيا في اللايننج ايبيثيليوم بتاعها، الاقي معايا فوكال هيدروبيك ديجنريشن. طبعا كل ده هيبدا ان هو يعمل لي ايه؟ استجنيشن للسبرماتوزوا جوه اللومن بتاع الابيديدمال ايه تيبيولز. طيب وجودها يعمل ايه؟ وجودها هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو ياثر على البيزمنت ممبرين، يبدا ان هو يعمل لي ديستراكشن. الديستراكشن يحصل فيه ليكج للسبرما اوت سايد، ويديني حاجه بنسميها الاسبرماتيك جرانيوما اللي احنا برضو شرحناها قبل كده. يبقى احنا ضغط عليها نتيجه اللي هي الاوديما من بره، الانفلتريشن بتاع الانفلاماتوري سيل، وفي نفس الوقت اللي هي الايه البابيلاري هايبر بليجيا في اللايننج بتاع التيبيولز بتاعه الابيديدمس. كومبليكيشن قلنا اللي احنا قلنا عليها برضه، هي الاسبرماتيك جرانيولوما والسبير، نديني حاجه بنسميها بري اوركايتس مع الادهيشن. ده البابيلاري هايبر بليجيا اللي بيحصل في اللايننج ايبيثيليوم بتاع التيبيولز اوف ايه اوف ابيديدمس. السكروتم ايه ممكن الحاجات اللي في السكروتم؟ الاقي معايا في سكروتال درماتيتس انفلاميشن في السكن من بره، قد يكون اكيوت او كرونيك. ممكن الاقي معايا الحاله اللي احنا قلنا عليها الهيدروسيل اللي هي من ضمن الميكانيكال كوز اوف تستيكولار ديجنريشن. ادي شايفين قد ايه كميه فلويد قد ايه متجمعه، كلها ايه اكيوميليشن الفلويد، اما يكون نون انفلاماتوري فلويد نتيجه جنرالايزد اوديما، او يكون مصاحب لحالات البيروتونايتس، وفي النهايه يبدا ان هو يعمل تستيكولار ايه ديجنريشن. كايلوسيل تعني الاكيوميليشن اوف ليمفاتيك فلويد في السكروتال كافيتي نتيجه الليمفاتيك ايه اوبستراكشن. مسميات بس للسبرماتيك كورد، يعني ايه الانفلاميشن بتاعه بنسميه فانيكولايتس، هو الانفلاميشن اوف سبرماتيك كورد، وطبعا لا ده مصاحب للبروسيس اوف ابيديدمايتس والاوركايتس. لو في حالات ابيديدمايتس او اوركايتس ممكن يكون معايا كمان انفلاميشن في السبرماتيك كورد، وممكن اشوفه في حالات البول او الاستيرم في حالات البيوجينيك انفكشن، وفي الغالب الرياكشن اللي بيكون موجود فيه بيكون كرونيك هايبر بلاستيك سبيوراتيف ايه فانيكولايتس اللي بعد كده زي ما انتم شايفين في الصوره هي. وطبعا هنا بيدينا المكونات بتاعه اللي هي الايه السبرماتيك كورد، الاقي معايا في الدكتس ديفرنس، الاقي معايا في التستيكولار ارتري موجود، وفي الماسلز اللي موجوده حواليه. بعد كده في اللي هي السيمينال فيزيكلز، والسيمينال فيزيكلز زي ما احنا عارفين هي عباره عن بير من السيمبل تيوبولر جلاند، ومسؤولة عن الفورميشن بتاع 70% من السيمينال فلويد. وطبعا الاستراكشر بتاعها ان هي بتبقى لها بورد درينج، والنورمال هيستولوجي بتاعها بيبقى لها كومبليكيتد استراكشر، وبالتالي مور سفر لي او مور رياكتد توورد اللي هي الانفكشس ايجنت. فبالتالي بنلاقي معايا ايه الانفكشن اللي ممكن تاثر على السيمينال فيزيكل، تعمل لي حاجه بنسميها سيمينال فيزيكولايتس، حاجه زي البروسيلا الفيبريو ترايكومناس الايكولاي ستاف ستريبت كراين بكتيريان بيوجين. ممكن وان اور بوث افكتد، الاقيهم انلارجد مثلا، الاقي فايبروز، الاقي فيها اسوسيشن على حسب ما هلاقي طبيعه الليجن اللي موجوده في السيمينال فيزيكل. في الموست كومن او الفورمز اللي انا ممكن الاقيها وريكوردد فورم بنسميه اللي هو الكورونيك انترستيتيال فورم، ودي طبعا الاقيها انلارجد في الاول وبعد كده الاقيها فيرم وفايبروز. طبعا بما انها انترستيتيال يعني انا هلاقي معايا انفلتريشن في الانترستيتيال رياكشن انفلاماتوري سيل، الاقي معايا في فايبروزس. ممكن الابيثيليوم بتاعتنا طبعا الاقيها نورمال او الاقيها بعض الديسكوميشن، لان طبعا موستلي ان الرياكشن بتاعنا موجود في الانترستيتيوم. ممكن الاقي معايا ديجنريتيف فورم، ده هياثر بقى على الابيثيليوم، والاقي معايا الابيثيليوم بتاعتنا سلافد ابيثيليوم، والاقي في عندنا بيزوفيليك ماتيريال موجوده في داخل اللومن مع استرومال انفلتريشن. بالنسبه للسيكولي بتاعتها طبعا قلنا ان هي مسؤوله عن تكوين 70% من السيمينال فلويد، معنى كده ان لو في انفكشن هتبدا ان هي تعمل لي ايه فاجينايتس، تعمل سيرفازايتس، تعمل مترايتس نتيجه انتقال الانفكشن من خلال اللي هو الايه في داخل اللي هو الايه السيمينال فلويد الى الفيميل اثناء عمليه اللي هي الايه الكويتس. ممكن تعمل ادهيشن مع السراوندنج استراكشن ديورنج الكورس بتاعه الايه الانفلاميشن.
بعد كده معانا البروستيت جلاند. البروستيت جلاند من طبعا الحاجات اللي هي موجودة حوالين النك بتاعت اللي أو عند اليوريثرا، طبعا حوالين النك بتاعت اليوريناري بلادر. تمام، البروستيت جلاند بتبقى في الكاتل وي اللي هي الشيب، البروستيت بتبقى ريدومنتري، اما في حاله الهورس بتبقى سمول ان سايز، اما في حاله الدوج بتبقى ويل ديفلوبد نتيجه الابسنس بتاع السمنال فيزيكال والبلب والريسرال جلاند، فهي بتعوض عدم وجودهم. وطبعا كل ما كانت البروستيت لارج كل ما كانت مور لايبل للديزيز. البروستيت جلاند الاستراكشر بتاعها بتكون عباره عن سيدو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم. تمام، سبورت بفايبرو الاستيك ايه ماسكولار ستروما. وطبعا ممكن الاقي معانا في اللومن اللي هو البروتين او البروستيت اللي هو الكربور اميليشيا موجود في داخل اللومن بتاع اللي هي البروستيت جلاند. البروستيت جلاند الفانكشن بتاعتها ان هي بتطلع حوالي 30% الباقيين من اللي هو الايه السمن فوليوم، وده بيكون القلاين ايه القلاين فلويد. تمام، فيعني 70% تكون من اللي هي السمنة الفيزيكال و30% تكونوا من البروستيت جلاند. البروستيت جلاند عرضة ان يحصل فيها هايبيتروفي، يعني يحصل فيها زيادة في السايز بتاع البروستيت جلاند. السايز ده هو قد يكون اسبابه ايه، طبعا بتبقى ايجنج مثلا في الهيومن يحصل فيه هايبيتروفي في البروستيت جلاند. ممكن يكون الكوزيتيف ايجنت بتاعها هرمونال امبالانس، ممكن يكون في كرونيك انفلاميشن، ممكن يكون في تيومر في البروستيت جلاند، ممكن يكون في انجكشن في الحيوانات اللي هي الفيميل هرمونز، ممكن نشوفها في حالات الشيب نتيجه ان هي الكسرات الميل شيب اللي بتتغذى جريزنج على الكلوفر او اللامس اللي هي سبلمنتد ويز ستيلوستيرول. طيب في الاول الاقي معايا البروستيت زي ما احنا شايفين بتبقى انلارجد، ممكن تكون فيها سيست فورميشن موجوده في داخلها فيلد باليورين او بالسيلولار ديبرس. ممكن مع بعض التغيرات الاخرى الاقي معايا ان انا الاقي معايا في سكويموس ميتابليجيا او ميتابلاستيك تشينجز موجوده في اليوريثرا، ممكن الاقي في هايبر بلاستيك تشينجز في البروستيت جلاند مع ان هي تبدا ان هي تعمل لي يوريثرال اوبستراكشن. تمام، يبقى احنا الموست كومن اللي انا الاقي معايا في هايبرتروفي او هايبيتروفي في البروستيت جلاند انلارجمنت نتيجه الاسباب اللي احنا قلناها. من الحاجات الاخرى اللي ممكن تصيب البروستيت جلاند اللي يحصل فيها بروستاتايتس، يعني الانفلاميشن بتاع البروستيت جلاند، وده كوم اللي الاقيه في الدوجز وفي الغالب بيبقى سبليرتيف ان نيتشر ويز ابسس فورميشن. طبعا زي ما احنا شايفين ان البروستيت جلاند وادي اليوريثرا، وادي طبعا حصلت ان هي ضغطت لي على اليوريثرا وبالتالي عملت لي ريتنشن في الايه في اليورين زي ما انتم شايفين بالسهم اللي راجع دوت، ويحصل فيه اكيوميليشن جوه اليورينري بلادر ويعمل لي مشاكل اخرى. لما نشوف اللومن بتاع البروستيت جلاند هلاقي فيها بدا يحصل كلها هولي اوكوبايد بالنيتروفيل، حتى في الاستروما كمان كلها انفلتريت بالنيتروفيل انفلتريشن، وده بيديني انديكيشن ان ده سبيراتيف ان نيتشر، بالاضافه ان انا معايا في كونجستد بلاد فيزل، في ديسكواميشن كمان في اللايننج ابيثيليوم بتاعها، بالاضافه للانفلاماتوري ايه رياكشن موجود في الاستروما. اخر حاجه معانا البينس، ممكن الاقي معايا في الاكسترنال جينيتاليا الاقي معايا انفكشس بلانو بوسايتس، وده ممكن نشوفه في حالات الاي بي ار وخاصه الجينيتال فورم انفكشس بوفاين رينو تراكياتس. الجينيتال فورم بتاعه اللي احنا بنسميه انفكشس بوفاين بلانو بوسايتس في الميل ان هو بيكون ان فورم اوف هيدروبيك ديجنريشن وفيزيكال وتشليتر اون فيلد مع بي النيتروفيل اللي بعد كده يحصل لها نكروزس وتديني ألسر فورميشن. وطبعا بما ان ده فيرال انفكشن هلاقيه معايا في الانترا نيوكلير انكلوجن بادز في الافكتد ايه سيلز. وبكده نكون انهينا مع بعض الميل ريبرودكتيف سيستم. كجزء تاني للمحاضره بتاعه الريبرودكتيف سيستم عامه خدنا منها الفيميل ريبرودكشن ريبرودكتيف سيستم وايه الباثولوجي اللي موجود فيها، وخدنا الميل ريبرودكتيف سيستم وايه الباثولوجي. طبعا كان من اهمها معانا اللي هي التستيكولار ديجنريشن بما قبلها من الاسباب بتاعتها، سواء كانت في عندنا
الثيرمال افكت اللي كان جاي من الكريبتورش دي، زي ما قلنا الاند ريزلت بتاعتها عباره عن التستيكولار اتروفي. خدنا ايه الليجن اللي ممكن تكون موجوده في التستس كانفلاماتوري اكشن ان فورم اوف اوركايتس، خدنا الابدمايتس وانهنا بالاكسترنال جينيتاليا، وايه الحاجات اللي ممكن تكون موجوده فيه زي ما قلنا في حاله الانفكشن بوفين بلانوفيتس. وان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.